بسم الله الرحمن الرحيم حجة الوداع تأحر دين دوشت الله حج فيا مرس تأحر دين دوشت الحج حقير دوي صلى الله عليه وسلم وفي السنة العاشرة اتق شرچ وحادير فيا الله عليه وسلم تأحر شي حج وخرج مع أهل المسلمون اشتا فيا أربو لي رخبو وحج من شت القبائل والبلدان اشت بس بسرة طيب نش در اشتا حقيقة بس بسر شحر نشكره نخوشخ كي تربا بايمرت حتى بلغوا أكثر من مئة ألف شوشخ كي تردق دق تيراح درت تبع سو تبع أزر سوا دموشخ كي تر أتحجع فعلمهم صلى الله عليه وسلم مناسك الحج باي مرسى حج بلخش عام درخت أنا حج موضة ديس بلغلا وخطبهم يوم عرفة إشت خطبة ديرتو يوم عرف عرف الدين وتلا قوله تعالى توتها لقود سيلا وش الله آية القرآن شو آية دي شرط اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أهل دلشت الهرأة آية يهو اليوم الله بوخشة تغنا شنا دينا حل دزنا وأتممت عليكم نعمتي شنعمت شنتها لقاة شنشا شنعمت, شنعمت حل ورضيت لكم الإسلام دينا إش شرِيز ماوشنته هنا إسلام دينا شرِيز ماوشن حقد دينا أش دعوته دعشتوا أش لاشتو حقد شرِيز ماوشن فأخبرهم أن أن دينا قد كامل إش بيماز بالقل ديرخ تعرف دينا حل ديزن خلرت دينا تعاهم تتوه إش تغلرت تعاهم دقة إش تغلرت اللهو بالقل دين دعشتوا له دينا قرآن سنة حا بيماز بالقل دين دعشتوا له ديني بيق دين تغلرت وأوصوهم بالتزام ما جاء في الكتاب وسن إشت بيمرت بيسا ديرتا اكتس بلرت دي كتاب سنة قرآن سنة تغتس بلرت قرآن سنة عمل يرت وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم على بعضهم إشت بلقل دير بيمرت تير تي تير داخني تير سي إذا حارم خلر تاني يقع بصوبنا يقع ووش حارم خلر تا بيلقال ديرتوت إقاودش دي تا خلر بصوب دا تي داخني بقوي فكانت خطبة وداع منه صلى الله عليه وسلم تأحرى خطبة درقر بأي دين دولشة صلى الله عليه وسلم